تبقى ما ريتش المقابله باش نجم نقول شنو هو اللي صار وضربات الجزاء. تبقى بصراحه تامه في ضربه الجزاء الاخرانيه ريناها توا وريتها في الفيتير، مش كيما في الفيتير كيما في الميدان. تبقى على حسب الفيتير نتصور اللي ماهيش ضربه جزاء، فهمت معناها نتصورها، خاطر الملاعب تاع مد ساقه شاط الكرة ديجا، شاط الكرة ما فماش النية لا هي موجودة ولا ضرب، فهمت الواحد. ولهذا فنيا بصراحة ماش بعد من المسؤولية ما نجمش نقيم 100% مردود نتاع حكم. ايه ما نجم نربطه ممكن المردود نتاع الحكم نتاع اليوم بالاسبوع كامل يعاشوه، ممكن الحكام انه كانوا لاهين ممكن باجتماعات والاضرابات وغيره، ممكن ما لقاوش حتى الوقت باش يحضروا الماتشات نتاعهم. موجود صحيح، الحكم كيما اللاعب كيما الممرن لازم يحضر المقابله نتاعه، معناها المقابلات البطوله رجعت وقت البارح، معناها وهو جديد. المجموعه اللي كانوا يتحدثوا مع المكتب اللي سوادي زون مكتب الجامعي، من القاعده نقولوا احنا نتاع الحكومه سوادي زون مكتب الجامعي هذا كانوا يتحدثوا معه. تبقى الملاحظه نحب نقولها للساده الحكام، فهمتوا لهنا نحملهم مسؤوليه فيها، راهو البطوله وقفت 3 اشهر وصحيح راهو الحكم كل ملاعبي انا حتى لي روبير كي يرجع باش يزفر ما يلقاهمش في الميدان. تبقى فما حاجه اخرى فنيا باش نقولها له، اللي راهو حاشاكم لي بوتو نتاع الملاعب مفروض كل حكم كيما يدخل يشوف الشباك يقيسوا لي بوتو على خاطر ماك تعرف هذاك. علاش شفنا برشا كور على البار الاسبوع هذا؟ علاش نقولها لك؟ على خاطر وقت 3 اشهر تبارك الله واش تصب في تونس واحنا الملاعب نتاعنا بالرمل نعملوهم لي بوتو حاشاكم يهبطوا في الارض ولو 2 مليمتر ولو 5 مليمتر ينجم الكور بوتو هذا هبط وهذا ما هبطش، شو كيفي لابار تنجم تميل قانونيا. فما ارتيكل أحبائي الرياضة في كل مكان، مرحبا بكم إلى هذا العدد الجديد من الأحد الرياضي اللي باش يكون مخصص بمعظمه للحديث عن الجولة 17 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. قبل ما نبدأ مع فقرات البرنامج وكذلك نبدأ مع البرومو سبور، نرحب ب الأستاذ الكابتن خالد الكابتن خالد حسني. مرحبا بك يا سي خالد. مرحبا بك، نورتنا ونورت الأحد الرياضي ونورت الجمهور اللي يتبع فيك ويحبك. يعيشك ربي فضلك، ومرحبا بك وبالإخوان وخاصة بالسادة المشاهدين للوطنية الأولى. يعطيك الصحة، بارك الله فيك. معنا طارق ثابت أكيد تعودتوا به، مرحبا يا طارق. مرحبا بك خويا، وإحنا بيدنا زاد نرحبوا سي خالد زاد. سي طيب السادة قنايب رئيس مستقبل جابس، مرحبا سي طيب. بارك الله فيكم على الاستضافة. أي به. وكذلك معنا سي علي بن ناصر مستشار التحكيم في الأحد الرياضي. قبل ما نبدأ مع البرومو سبور فاصل الشهري ثم نعود. احنا التوانسة اليوم نحبوا نتكلموا أكثر وأكثر، هذاك علاش فما ديما بونوس مع أورانج. كل نهار سبت أورانج تهدي لك 25% بونوس على اللي تستهلكوا في الأسبوع الكل ابتداء من 3 دينارات. ديما بونوس فالابل فيغتي ليزوبيراتور. البونوس يتبدل مع أورانج. القهوة معروفة بمنافعها المنشطة اللي مش معروفة بيه، اللي هي غنية طبيعياً بمضادات الأكسدة. مضادات الأكسدة تلعب دور مهم في حماية خلايا الجسم. هذاك علاش أنا نشرب نسكافيه كل يوم باش نتبنى نهار ونستفيد بكل صحة طبيعية، وهذه حاجة أخرى تخليني نستمتع بنسكافيه. زعما ناكل حاجة بنينة أما رزينة، ولا حاجة خفيفة أما مش بنينة؟ الحق الاختيار صعيب شوية. توا ثم مأسهل باش توفق بين الصحة الجيدة والمتعة. ديلي ميكس متاع ديليس، حليب مخلط مع بنة ومتعة غلة الرمان وبقل سكر. ديلي ميكس، عز الميكس. ديلي ميكس موجود زادة بطعم الكاسيس. كيف يخطر لك وتجرب
واثنين وتزيد تقرب. كي تكسب كي تشد كي تملى اليد الكل غرام ازهر صنع ودواء مع برومو سبور الكلنا رابحين. مرحبا بكم من جديد. البداية مباشرة بالبرومو سبور والمسابقة الوطنية بتاريخ 1/5/2011. المسابقة عدد 20. المرابيح متاحة تبلغ 74 مليون و 844 دينار و 84 مليم. وبالنسبة للإعلان عن النتائج باش يكون إثر إجراء مقابلات المتبقية من الرابطة الثانية يوم 8 ماي 2011. نعطيكم إذن العمود الفائز إلى حد الآن. نادي سفاقسي الترجي الجرجيسي قطع ومقطوع، أما الحمام سوسة نادي الإفريقي 2-2 في الأولمبي الباجي النجم الساحلي، 1 في الملعب التونسي النادي البنزرتي. ثم المباريات اللي قاعدين تشاهدوا فيهم النتائج نتاعهم باش يتم الإعلان عنها إثر نهاية هذه اللقاءات، وهكا يكمل العمود الفائز. في الأخر نمشيو للانتظار الرياضية. نادي منزل بوزلفة 2 وقطع مقطوع في مباراة اتحاد بوسالم نجم الفحص ومكارم المهدية سيكاكا الحديدة السفاقسي. بالنسبة للمسابقة العالمية المرابيح 293 مليون و106 دنانير و599 مليم. وبالنسبة للعمود جمعية ميلانو بولونيا 1، نابولي جينوا 1، 2 لتشيزينا انتر، 1 في فيورنتينا يودينيزي، 1 في بارما باليرمو، باري روما. مباراة باش تدور مبدئيا يوم الاثنين. كيفو فيرونا ليتشي 1، كاتانيا كالياري 1، قطع مقطوع في سامدوريا بريتشيا. ثم ريال مدريد ريال سوسيداد سامحني برشلونة 1، ثم لا كورونيا أتلتيكو مدريد 2، أوساسونا فالنسيا مباراة دور غدوة دور الليلة، وإسبانيول أتلتيكو بلباو مباراة دور يوم الاثنين. وسيتم الإعلان عن النتائج يوم الثلاثاء صباحا بعد إجراء جميع المقابلات المتبقية، خصوصا كما قلنا مقابل إسبانيول أتلتيكو بلباو اللي باش تدور يوم الاثنين. بالنسبة للبرومو جول الرصيد الذهبي 99 مليون و 430 دينار و 436 مليم. المرابيح من الصنف الأول مليون و 555 دينار و 763 مليم. ثم بالتوازي الصنف الثاني والصنف الثالث والصنف الرابع مليون و 901 دينار و 488 مليم، زوج ملايين و 247 دينار و 47 دينار صحيح و 213 مليم، ثم زوج ملايين 938 و 663 من المليمات. سيتم الاعلان عن نتائج اثر اجراء المقابلات المتبقيه من الرابطه الثانيه يوم 8 ماي 2011. وبالنسبه لهذا العمود 2 في نادي سفاقسي الترجي الجرجيسي، مع 3 في الملعب ممسوسه نادي الافريقي، الاولمبي الباجي النجم الساحلي، الملعب التونسي نادي البنزرتي. ثم نمشيو لل كولون 11 النفيذة الرياضية نادي منزل بوزلفة مع 3، ثم 0 و 0 في اتحاد بوسالم نجم الفحص مكارم المهدية سيكاك الحديد السفاقسي. وبعد شوية نعطيكم المداخيل الخاصة بكل هذه المسابقات. أمامنا عينة وبعد شوية نعطيكم التفاصيل تقريبا من هنا لسويعة أخرى إن شاء الله. إذا مباشرة إلى صلب الموضوع. في بداية هذا الأسبوع شهد الاضطرابات على مستوى التحكيمي، الحكام ما حبوش يظفروا، طالبوا بضمانات أمنية، والجامعة التونسية لكرة القدم ومعهم الرؤساء متاع الأندية والحكام كانوا اجتمعوا في مقر الجامعة التونسية لكرة القدم. محمد علي بوزقارو كان حاضر، تصوير للعربي عبد الصبور، تركيب جلال يوسف وإكساء لعاطف ساسي. سي جمال، غادرت الاجتماع عليه؟ غادرت الاجتماع على خاطر عندي اجتماع، وعلى خاطر انا ساعتين توا نحن نحكيو ماناش باش نوصلوا النتيجة. اذا كان ثم امن نرجعوا شامبيون نلعبوا على روحنا. ما خرجتش متغشش ولا حاجه؟ نلعبوا بجمهور. ما خرجتش متغشش؟ موضوع ينجم يتحل في
ربع ساعة ولا 20 مينوت مش تاع سوايع وسوايع وسوايع. تحكيم شنو القرار الاخير؟ طب زفروا مش زفروا؟ زفروا شو قد انا حطيتك اكزومبل ظريف، عندنا واحد من عام 94 مشى في يدير مباراه صار له حادث مش تضرب في التيران صار له حادث من عام 94 اليوم السيد هذا لهم امن مسكين باراليزي في فرش راقد من عام 94 6 جوري ربي يشفيه. اليوم هذا كان معناتها في اكسيدون صار، خلي اليوم تقتحم الملعب شو باش يصير له بعد الحكم؟ مش قاعدين نتناقشوا ترجع بالحكام ولا مش حكام راه، احنا خلينا ديما في الاخر ما يحكيناش معنا ما يعطيناش معنا ديما ما يعطيناش باينه في الاول، باش نعطيك نعطيك مفارقه صغيره، انا توا رئيس رابطه رئيس رابطه 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 اللوات يتحدث قال صاروا دي زانسيدون، قال تضرب حكم كرسي ومن بعد قال مش مشكل. صاروا مشاكل اخرى، معناها حكم ضرب كرسي مش مشكل، ومشاكل اخرى كي تصير تولي فيها مشاكل. شنو القرار توا الامن؟ شنو الضمانات اللي عطاهم للجامعة رؤساء الانديه؟ الضمانات موجوده والامن يخدم خدمته والنوادي تخدم خدمتها والتواجه هو بدون جمهور. هذا هو هذا توا الجمهور بشجع البطوله متوقع بلاش جمهور. الامن باش يخدم خدمته في حمايه ميدان اللعب وفي حمايه الجوالات وحمايه الحكم خاصه زاده. اذا كان الامن موجود علاش بلاش جمهور؟ بلاش جمهور خاطر لازم النوادي ينظموا روحهم ويامنوا جماهير نتاعهم. بلا جمهور هذايا من وزاره الداخليه هي اللي قالت بلا جمهور ما عادش معناها من غير جمهور وباش نطبقوا يطبق اكثر عدم حضور جمهور نهائيا معناها تطبيق الويكلو باتم حذافره. المشكله الاخرى شفتوها اليوم الكودو تياتر لي زاربيتر جاوا الاجتماع قروا قالوا مش بنزفر غدو بعد غدو للحد الواجهه الاجتماع كنت قررت شو قروا هذه شو وين ماشيين بالاعتصامات وقررنا وكذا والناس كله اللي تروس في الحكايه. هذا هو يخاف على سلامته زاد سي المنشي. هو برك سلامته ورئيس الجمعيه سلامته والجمعيات سلامتهم الناس كل سلامته الناس كل معنا في الباكو. كنت نحترمهم كان ثم اضراب هذه الامور الماليه خاطر امور الماليه تحسنت اما هذا الاضراب انا يظل لي مفعلي فيها انا مانيش معناها نعرفهم اولادنا الحكام قرار فوضوي وحتى توا كي ولا بغير الجمهور يراجعوا نفسهم توا ونواصلوا البطوله مع بعضنا. اذا رفضوا اذا مشاو في الرفض شو بتعمل؟ نقولوا ربي يهديهم وبطبيعه الحال كل واحد يحمل مسؤوليته. الحكام هذون حاولنا ناطروهم حابين نفهموهم القرار نتاع المكتب الجامعي شويه قال لك لا احنا لا نعترفوا بهياكل لا وداديه لا نعترفوا بمراقبين لا نعترفوا باداره التحكيم. بكم ماكوش معاهم وهنا لا بروفني احنا ماناش معاهم لانهم طردونا. وهاللحظه هذه نقول رانا نحن جنود موجودين هنا على ذمه كره القدم محملين مسؤوليه نحن اللي في القائمة الدولية واللي نحن نحكموا في الأول بهم حملنا مسؤولية راهو يا حكام يا وخيان راهو ما عادش نجموا نواصلوا فهمني راهو يلزمنا قرارات معناتها جريئة وعملية معناتها الأمن نحن ما طالبين حد شيء لا طالبين لا فلوس لا تينويات لا لبسة ما طالبين حد شيء طالبين أمن وناش مستعدين باش نضحيو ونستناو ربما حكم يسقط ولا ربما صحفي أو مشجع أو مسير يسقط باش من وقتها بني نعمل تفيقة صمت ونعلق شارة حمراء ونقولوا يا ريتنا فبني خذينا التدابير الحاسمة وخذينا القرارات الجريئة. الحكام بكل أسف ما نتمسكوا بقرارهم لكن المكتب الجامعي ما احترم هذا القرار ونحن أمام أمر الواقع لكن سيوفر المكتب الجامعي إن شاء الله من الطواقة التحكيم بديلة لإدارة هذه المباريات. ويتواصل مسلسل البطولة بطولة لين بدون جماهير حكام تقاطع التحكيم ثم تعود ثلاثة مباريات في وسط الأسبوع ما دارتش ثم مباراة نهاية الأسبوع دارت بحكام توانسة والحكام طالبت بضمانات أمنية. عندك تعليق كابتن على حكاية الحكام؟ لا كما الناس الكل الإنسان باش يحكم على الإنسان لازم يحط نفسه في موقع الحكم أكثر ولا أقل. زاد انا كان جيت حكم نباش روحي العنف الجسدي هذا ما فماش ضمانات نتاع امان نتاع امن انا نوافقهم في اللي عملوه الحكام بون اللي يحب يعطي يعمل كومنتير عبثي شويه تبرير شويه كذا خاطر نسيت الناس اللي احنا في وضع استثنائي والناس مازالت تخمم 13 جانفي فما رؤساء مازالوا يخموا 13 جانفي مازالوا يخموا اللي هما عندهم معناها الكلمة الأخيرة وهما اللي كانوا عندهم الفصل خطر نتكلموا على الجامعة ونتكلموا